المناطق السورية نتيجة للأزمة التي دخلت عام الرابع. شهدت الغوطة الشرقية مسابقة لحفظ القرآن الكريم، المسابقة التي أقامها علماء سوريون شارك فيها العديد من أطفال الريف الدمشقي. ليست لوحة إعلان في الجامعات، إنها مركز مسابقة مدارس القرآن الكريم في الغوطة أرض فسطاط المسلمين، والتي يشرف عليها علماء متخصصون بالقرآن وعلومه، متصلا سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الغوطة المباركة بقسم للقرآن الكريم يتبع مكتب الدعوة والإرشاد في الهيئة الشرعية لدمشق وريفة. أسس هذا القسم عدد من مدارس القرآن الكريم، هذه المدارس التي تهدف إلى إحياء كتاب الله سبحانه وتعالى في كل بلاد الشام، وأول الغيث قطرة ثم ينهمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد تم تأسيس ما يقارب 16 مدرسة للقرآن الكريم في مناطق الغوطة بأكملها بين ذكور وإناث. عدد الطلبة في كل مدرسة يتراوح بين 100 إلى 300 بين الذكور والإناث أيضا. يعد انتشار هذه المدارس في الغوطة الشرقية هي الأوسع من نوعها والعام في نفعها، وتتميز بتنوع نشاطاتها وإتقان طلابها وتعدد مستوياتها، لتخرج لنا نور القرآن من قلب جيل عشق الرحمن. وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت، وإذا البحار سجرت سجرت سجرت، وإذا النفوس زوجت. أنا اسمي محمد زياد عبد الهادي من الغوطة الشرقية، عمري 10 سنين. كرمني الله وتفضل علي بحفظي لكتابه الكريم، ولقد اشتركت في المسابقة التي أجرتها الهيئة الشرعية في الغوطة الشرقية. ومن هذا المقام أدعو رفاقي إلى حفظ القرآن الكريم. نور يسطع من قلب طفل حفظ القرآن الكريم، متحديا أصوات الطائرات والراجمات. محمد العبدالله، ريف دمشق.